مرحبا جميعا، اليوم أنا حبيت أشارككم معلومة كتير مهمة، وهي خطأ شائع بيقع فيه كثير من المربين الببغاوات ومن الهواة. إيش هو هذا الخطأ؟ طبعا هذا الخطأ رح أحكي فيه هلأ، هو له تأثير كتير كبير على سلوك الطائر وبيسبب مشاكل سلوكية وأحيانا صحية. طيب إيش هو هذا الخطأ؟ من المعروف أنه اللعب مع الطائر ومداعبته وحك الريش هي بتزيد رابط الثقة والصداقة بين المربي والطائر. نعم هذا الكلام صحيح، لكن المشكلة أنه مو كل الأماكن هي مسموح فيها لمداعبة وحك ريش الطائر، فهناك أماكن مسموحة وأماكن غير مسموحة. طيب إيش هي المشاكل اللي ممكن تنتج إذا أنا استمريت بهذا الخطأ الشائع؟ ممكن تنتج مشاكل سلوكية، سبب الأساسي هي اضطرابات هرمونية. طيب إيش هي هاي المشاكل؟ مشاكل سلوكية مثل بصير الطائر مزعج، بزيد صراخه، الأصوات العالية، انه كأنه تبدل بطائر تاني. احيانا بتترجم هاي بمشاكل تانية اللي هي مثل بصير عدواني عنيف، بيعض بيهاجم افراد معينين، بيتعلق مثل بيصير بيغار على صاحبه، بيصير بيهاجم الافراد التانيين، او ممكن حتى يهاجم صاحبه هو نفسه. طبعا ردات الفعل تختلف حسب الفصيلة وحسب فصيلة الطيور، يعني الكوكاتو غير الامازوني وهكذا. والسبب الثالث، النتيجة الثالثة كمان ممكن انه يسبب هو نتف للريش للطائر. طبعا ما عدا الاضطرابات والمشاكل الصحية اللي بتصاحب هذا السلوك والخطأ الشائع اللي بيقوم فيه هذا المربي. طيب في هون مقال انتشرت تحكي عن هذا الموضوع، هون بهذا الرسم في عندكم انتو المناطق الآمنة والمناطق الغير مسموح فيها. طبعا المنطقة الآمنة ما في غير الراس والخد والمنقار، هاي هي المنطقة الآمنة. باقي المناطق كلياتها خصوصا الظهر وعند منطقة الذيل، هاي الأماكن محظورة. ليش هاي الأماكن محظورة؟ لأنه أنا بمجرد ما أداعب الطائر وأحكله ريشه بهاي المناطق، فأنا عم بحفز وأحرض إفراز هرمونات جنسية وبتسبب أحيانا اضطرابات. يعني بصير عند الطائر اضطرابات هرمونية، بس قلنا اضطرابات هرمونية معناتها مشاكل سلوكية، مشاكل سلوكية اللي سببها هي هدول الشغلات اللي حكينا عنهم. فبتلاقي كتير من المربين أحيانا بتلاقي انه ببلش الطائر، بتلاقي الطائر مثلا واقف على كتفه بعيدا عن العنف وبعيدا عن الاصوات العالية وبعيدا عن هاي المشاكل التانية، بتلاقي انه بلش يغر، يعني الطائر بلش مثل انه يستفرغ، بس ما بكون عم يستفرغ، بكون عم طعمي صاحبه. طبعا هاي المشكلة كمان كتير بنلاقيها بالببغاوات اللي بتكون غر، اللي تغذت بالسرنج، مو الببغاءات اللي كانت برية او الوحشية واللي تم توليفها، بنلاقي فيها هاي. ليش؟ لانه بكون صاحبه بيداعبه بطريقة بيقع في هذا الخطأ الشائع، وبالتالي بيكون عم بوصل له رسالة. هاي الرسالة انه عم بوصل له رسائل لهذا الطائر، يعني مجرد ما اداعب الطائر معناته انا عم بخبره انه انا بدي اياك كشريك. فهي مجرد ما نعمل له هي توصل له هي الرسائل، بتصير عنده بقى ردات فعل، بصير عنده اضطرابات هرمونية، بتجلى هي المشاكل. مشان هيك كمان في بعض الناس بيستغربوا انه والله ليش الببغاي انا اللي ما بيعمل لي مشاكل، بلاقي عدواني تجاه الغرباء، بلاقي بيهجم، خصوصي مثلا اذا كان صاحبة الببغاء انثى بتلاقي عدواني تجاه جوزها، او كان ذكر بتلاقي عدواني تجاه زوجته. هي المشاكل الغيرة، هي مشاكل ليش؟ لانه الببغاء فهم انه انت شريك لإله، ما نيتك انت صاحبه وعلاقة صداقة. فنحن اللي بنشوفه شيء والرسائل عم نوصلها للببغاء بيكون شيء تاني. فهذا هو الموضوع. اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب لحتى يصلكم كل شيء جديد، وشكرا كتير لكم.